واصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحال والمنشآت التجارية، حيث تم تفتيش 42 محلا ومنشأة تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك للاطلاع على امتثال المنشآت التجارية لتطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة. وأسفرت الحملات التفتيشية عن رصد 15 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية، إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة. وبناء عليه، فإن الجهاز الوطني للإيرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة وإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته.